أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. في الموقع بوست، انقلاب 21 من سبتمبر، استهداف لليمن والمنطقة العربية. تزامنا مع العودة للمدارس، طلاب يمنيون يحلمون بترميم ما دمرته الحرب. صحيفة عربية تتحدث عن محافظة يمنية تدور فيها أربعة حروب. ومن أخبارنا المنوعة، متهم بقتل حيوان هندي ممنوع من دخول قريته مدى الحياة. عن أسوأ يوم في تاريخ اليمنيين الحديث يعنون الموقع بوست، انقلاب 21 من سبتمبر، استهداف لليمن والمنطقة العربية. وقال الموقع: تحل اليوم الذكرى الرابعة لانقلاب سبتمبر 2014 الذي تغير به الواقع الاقتصادي والسياسي في اليمن، وتأثرت معه مختلف مناحي الحياة في البلاد. منذ ذلك اليوم دخلت البلاد حروبا كثيرة ما زال يدفع ثمنها المواطن اليمني حتى اليوم، أدت إلى انهيار اقتصادي، وارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 82%. الانقلاب وفقا للموقع لم يأتي بأجندة عسكرية داخلية لحاجة يمنية شعبية، وإنما بأجندة طائفية ورعاية خارجية، وهذا الأمر يضرب عمق المنطقة وهويتها ويحدث الانقسامات والفرز على مستوى الإقليم برمته. يعتبر الصحفي كمال السلامي أن انقلاب 2014 هو أكثر الأيام سوادا في حياة اليمنيين، لأنه في مثل يوم أمس قبل أربعة أعوام نجحت فلول الإمامة في الانقضاض على عاصمة اليمن بعد أن يئست عن فعل ذلك عام 1968 بعد حصار 70 يوما، والذي انتهى بسقوط أحلام الإمامة في هزيمة مشروع الثورة الوليدة. وأكد للموقع بوست أن جميع اليمنيين يجنون ويلات هذا الانقلاب الذي مثل الطعنة في خاصرة اليمن والمنطقة بعد قيام الحوثيين بالانقلاب على الدولة ومصادرة مؤسساتها وهدم النظام الجمهوري من الداخل واستبداله بنسخة مهجنة من نظام ولاية الفقيه أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، أبرزها 21 من سبتمبر تاريخ وثقب أسود عالق في ذاكرة وأرواح اليمنيين. للأسبوع الثاني على التوالي الحزام الأمني يواصل منع أخبار اليوم من دخول العاصمة المؤقتة عدن، وتقرير غربي يقول حكومة بن داغر تفقد شرعيتها والمشهد اليمني قاتم لكن الصورة أفضل في مأرب. ومن عناوين أخبار اليوم أيضا: حشود غفيرة في تعز تندد بيوم النكبة وتطالب بسرعة إنهاء الانقلاب، ومندوب الكويت أمام مجلس الأمن يقول الحوثيون عطلوا المفاوضات ويتجاهلون القرارات الأممية. عن ليلة السقوط الكبير كتبت أسوان الشاهر مقالها المنشور في موقع الحرف 28، متحدثة عن تلك اللحظات العصيبة التي عاشها اليمنيون قبل 4 سنوات ولم يزل أثرها إلى اليوم. تضيف شاهر: بعد سهر 3 ليال في متابعة أخبار معسكرات الإصلاح وهي تتهاوى على يد القوى الحوثية الصاعدة، وبعد أيام ساخنة من القصف على مقر الفرقة غير البعيد من منزلنا، غفوت لأقل من نصف ساعة لأصحو على عواجل الجزيرة: تسليم العاصمة للحوثيين، تسليم مقر القيادة، تسليم مقر التوجيه المعنوي، توقيع اتفاق شراكة. جلست ووقفت، بكيت وضحكت، صرخت: من قال هذا الكلام؟ من أين هذه الأخبار الغبية؟ ومع توارد الصور والفيديوهات المؤكدة للمهزلة، وجدت نفسي بلا وعي وبشكل هستيري أطرق ديوان الجالسين أطلب شرح ما تبثه القنوات. كنت أبحث عن إجابة مختلفة، متوسلة أن يسعفني بما ينفي ما أسمعه وأراه. دخلت مستجيرة بالفيسبوك علي أجد بيانا أو خطابا أو خبرا طارئا يغير الواقع، غير أنه كان طافحا بالفذلكة والكلام الفارغ وبكثير من الوجوم والحيرة. أمي وأخي يراقبانني من الكنبة المقابلة بصمت وشفقة، وأنا أمسح دموعي وقد اختلطت مشاعر الغصة والخذلان بشيء من الثقة غير المبررة. سنسمع الآن خطابا سياسيا
يقلب هذه المهزلة ويعيد الأمور إلى نصابها الآن ستسمعوه. هذه صنعاء يا مجانين، صنعاء صنعاء، أقولها وأنا واقفة بكامل تأهبي أمام الشاشة وكأن جلوسي سيفوت اللحظة الفارقة من فيلم السقوط الكبير. مسألة حماية صنعاء أصبحت مهمتنا، هذا ما حدثت به نفسي، كيف ومتى لا أدري. في الباحة الرئيسية لمدرسة الوحدة قرب ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، يتجمع الطلاب صباحا لأداء النشيد الوطني. تحيط بهم نوافذ محطمة الزجاج على جدران مبنى تراثي تعرض لأضرار جزئية. هذا مفتتح تقرير نشره موقع يمن مونيتور تحت عنوان: تزامنا مع العودة للمدارس، طلاب يمنيون يحلمون بترميم ما دمرته الحرب. يقول الموقع: ما إن يدق الجرس معلنا انطلاق اليوم الدراسي يهرول الطلاب الذين ارتدوا زيا زيتي اللون يشبه الملابس العسكرية إلى صفوفهم المزدحمة. وعد طلاب في اليمن هذا الأسبوع إلى المدارس التي استطاعت فتح أبوابها، لكن مئات الآلاف آخرين بقوا خارج أسوار المدارس بسبب الحرب، بينما يهدد الانهيار الاقتصادي الناجم عن الحرب بحرمان ملايين من الطلاب من التعليم. على مقربة من مدرسة الوحدة ينكب على ياسر 15 عاما على تصليح سيارة في مركز لتصليح الآليات، وهو عمل يمارسه منذ عام حين نزح مع عائلته من مدينة تعز في جنوب غربي اليمن هربا من المعارك. يقول علاء وإلى جانبه والده الذي يعمل هو أيضا في المركز ذاته: نزحنا من تعز إلى صنعاء بسبب الحرب، والآن أوقفت الدراسة لأن أعمل مع أبي حتى أوفر لقمة العيش. سافروا من مناطقهم داخل اليمن إلى سلطنة عمان، وهناك بدأت معاناتهم. وعنون موقع عدن غد: الطلاب اليمنيون العالقون في مسقط يشكون تجاهل السفارة اليمنية في الصين. وشكى عدد من الطلاب العالقين بالعاصمة العمانية مسقط من تجاهل السفارة اليمنية في الصين لحالتهم وعدم اتخاذها التدابير اللازمة التي تمكنهم من السفر للدراسة بالصين، وذلك بعد أن حصلوا على مقاعد الدراسة بطريقة رسمية، حيث يحملون جميع الوثائق التي تتيح لهم السفر للدراسة إلى الصين. وناشد طلاب اليمنيون المسافرون إلى الصين وزارة الخارجية اليمنية لعمل حل لمشكلاتهم وحث السفارة اليمنية هناك بسرعة معالجة قضيتهم والتدخل لدى السلطات الصينية بوضع حل يسرع من سفرهم. وشكوا إهمال السفارة اليمنية في بكين وعدم تواصلها مع الخارجية الصينية لتسهيل إجراءات سفر الحاصلين على تأشيرة الدخول. وكشف بعض الطلاب بأن سبب تأخيرهم راجع لتعقيدات القنصل الصيني كونه جديد على العمل مع وجود وثائق رسمية من السلطات الصينية تمنحهم الحق في الدخول إليها. لقد كنت أعتقد أن العالم يسير في خط واحد حتى سبتمبر أيلول 2014، تأكدت بأنه يسير في حلقات مغلقة. كنت أتساءل يومها ما الذي سيحدث وكيف من الممكن أن يتغير شكل الزمان والمكان في لحظة. هكذا بدت سبا حمزة مقالها المنشور في العربي الجديد، مضيفة عن أحلك يوم في حياة اليمنيين. بعد ليال من الاشتباكات خرجت أنا وزوجي نطوف المدينة، كانت هادئة يلفها السكون والغموض معا، نقاط التفتيش تزاحم ذلك السكون، وأطفال لا يتجاوزون مترا ونصف المتر يقفون خلف طبقة من غبار الأرض التي وهبوها لماض سحيق من دون أن يدركوا ذلك. ما زالت ابتسامة ذلك الطفل في نقطة المحافظة في بيت بوس عالقة بمخيلتي، ولا أظن أنها ستفارقني يوما. كانت ابتسامة الظافر الخجول الذي يحاول أن يخبئ فرحته اللامبررة، ابتسامة من يحصل على علامة كاملة في مادة ما لم يستعد لها ولم يتوقع يوما اجتيازها لكنه فعل. فرانكشتاين سبتمبر هو يوم الانقلاب الذي يحاول أن يخيط من جثث اليمنيين أرضا يحكمها بعد أن ثاروا على الإمامة والكهنوت في ذات الشهر قبل عقود مضت. قدنا السيارة في ضواحي المدينة ونحن نستمع لدليدا تغني حلوة يا بلدي. كانت علاقتنا بالوطن تتوطد كلما شعرنا بجاذبية ثقب ما قبل الجمهورية، ما قبل الثورة، ما قبل الحرية، ونقاوم بالموسيقى والحلم.
إلا أننا ولسبب لا أعلمه حتى اللحظة كنا وما زلنا على يقين كامن في أعماقنا نؤمن أنها فترة عصيبة وستمر من 2014 حتى 2018. لم أشعر يوما بأن الزمن طبيعي، إنه يهرول بسرعة كمن يعرف طريقه، يعلم أنه قد مر من هنا يوما ورحل، يعلم أنه يجب أن يعود إلى النقطة التي أتى منها ليسمح للحاضر بالعبور ولنا بالحياة. فرانكشتاين سبتمبر هو يوم الانقلاب الذي يحاول أن يخيط من جثث اليمنيين أرضا يحكمها بعد أن ثاروا على الإمامة والكهنوت في ذات الشهر قبل عقود مضت. لكن وكما قال الشابي، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. لكل جبهة من جبهات القتال في اليمن خصوصيتها وظروفها المختلفة، لكن لجبهات البيضاء قصة متفردة وفقا لصحيفة العرب الجديد التي زارت المحافظة وعنونت 4 حروب في منطقة واحدة. تقول الصحيفة إن الاقتراب من جبهات البيضاء محفوف بالعديد من المحاذير، كما أن زيارتها مصحوبة بتوسلات الأقارب والزملاء بعدم التوجه لتلك المحافظة المشتعلة منذ ما قبل سبتمبر 2014، إذ يتعدد الغرماء والأطراف المشاركة في المواجهات من القوات الحكومية إلى الحوثيين ومسلحي تنظيم القاعدة. وحين يتعلق الأمر بزيارة جبهة قانية إحدى جبهات البيضاء، فالأمر بالتأكيد أكثر خطورة، إذ تسيل الدماء حمراء قانية في هذا الجزء الملتهب الذي يتوسط اليمن، كما يتوسط أغلب نقاط التماس بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين. تغدو السيطرة على هذه المحافظة مفتاحا للتحرك في جميع جهات اليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وهو على الأرجح ما جعلها هدفا استراتيجيا للسيطرة والتواجد من قبل كل الأطراف المتنازعة وسط اليمن، الشرعية والحوثيين والقاعدة وأخيرا داعش. ويرى العديد ممن تحدثت إليهم العرب الجديد في البيضاء أن الحوثيين كان بمقدورهم مواصلة المواجهة مع القاعدة نحو منطقة يكلا، لكنهم أحجموا عن هذا الأمر حتى لا تنتهي شماعة القاعدة في البيضاء. ولذلك أصر الحوثيون على ذكر القاعدة برداع كأحد بنود اتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه يوم سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر 2014. وقد تكرست الصورة أكثر بعد ذلك عندما صنفت وزارة الخزانة الأمريكية 2 من رموز الشرعية في المحافظة كداعمين للقاعدة، كما أن منطقة يكلا شهدت أول عملية إنزال لقوات أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حذر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من أن المنظمات الدولية تخسر معركتها في اليمن، وعنون موقع البي بي سي في تقريره الخاص عن اليمن: الأمم المتحدة نخسر معركتنا ضد المجاعة في اليمن. تشير الإحصائيات إلى أن 3.5 مليون شخص مرشحين قريبا للحاق ب8 ملايين آخرين يواجهون بالفعل خطر المجاعة. وقد أدى انهيار قيمة العملة في اليمن الذي دفع إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتجدد القتال إلى تفاقم ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم. يفيد تقرير البي بي سي، فقد الريال اليمني 30% من قيمته خلال الشهر الماضي، مما دفع إلى زيادة حادة في أسعار الوقود الذي يجري استيراده بالكامل تقريبا. وتعرض اليمن لدمار كبير من جراء تصاعد الصراع، عندما سيطر الحوثيون على معظم الأجزاء الغربية في البلاد من بينها العاصمة صنعاء، وأجبروا الرئيس هادي على الهرب إلى الخارج. يكتب وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلكم عن الطريقة التي خرج بها الأوروبيون من ظلمات أحاطت بهم لدهور ماضية وأين كان العرب حينها. وأضاف الكاتب في مقال نشرته الشرق الأوسط: كانت الكنيسة تحتكر السلطة والتفكير ولا مكان للاجتهاد في أمور الدنيا والدين. بعد ثورة مارتن لوثر وتراجع سطوة الكنيسة واختراع الطباعة، بدأ الناس يطرحون الأسئلة حول الإنسان ووجوده في الدنيا من حيث جسده وعقله وإدارة شؤونه. تحركت العقول للإجابة عن الأسئلة المتدفقة من أرجاء القارة الأوروبية. انطلقت العقول تفكر في كل شيء، فكانت الفلسفة التي اتسعت لها الكتب المطبوعة بلغات محلية،
وأصبحت كتب الفكر والفلسفة تباع على عربات الباعة المتجولين الذين يبيعون المواد المستعملة. الخلاف بين البروتستانت والكاثوليك الذي وصل أحياناً إلى العنف الدموي أسهم في توسيع حلقات النزال الفكري. صار للعقل الإنساني رسل وكتب. لم يعد المذهب اللوثري مجرد صرخة في وجه سطوة البابا، بل منهج فتح الباب للعقل ليقود الناس ويجيب عن أسئلة الحياة. تحولت نخبة العقل إلى قوة تتسع وتزرع بذور إنجازاتها في تربة متلهفة لإنبات عصر جديد بعقل حر لا تشده قيود. كان عصر التنوير حقبة الزمن التي استعاد فيها الإنسان قوة غيبها الببوات قرونا، هي قوة العقل. أصبحت الفلسفة أنفاسا للبشر، وأصبح الفلاسفة نخبة تكبر وتتسع ويتعمق تأثيرها بين الناس. في عهد ذلك العبور الإنساني إلى ضفة الوجود الجديد الذي أنجزته أوروبا، كان العرب كما قلنا في غرفة مظلمة مغلقة اعتبرت فيها الطباعة رجسا، لا وجود للمدارس، لا اجتهاد، لا وسائل نقل أو اتصال. بسبب مقتل بقرة في قرية هندية، الأسماء الإسلامية محظورة والصلاة في الأماكن العامة وإطلاق اللحى ممنوعان. هذا رد فعل في قرية هندية، حيث يقول موقع عربي بوست إن القرية حظرت تطبيق العادات الإسلامية في الهند، والتي تشمل إطلاق اللحى أو الصلاة في الأماكن العامة أو منح الأطفال أسماء إسلامية. وذكر عربي بوست نقلا عن تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية أن مجلس الشيوخ في قرية بولاية هارينا أصدر هذا المرسوم على خلفية مقتل بقرة على يد صبي مسلم، حسب ما زعم في حين تم منعه من دخول القرية مدى الحياة. صدر المرسوم من مجلس القرية التي تهيمن عليها الديانة الهندوسية، إلى جانب حظر أداء السكان المسلمين البالغ عددهم نحو 800 نسمة للصلوات خارج منازلهم. وهاجم حشد من الناس منزل عائلة مسلمة في القرية متهمين إياها بقتل البقرة، في حين اعتقل اثنان من أفرادها بموجب قانون حظر ذبح البقر الذي صدر عام 1955. لكن لم يكن من الواضح كيف قتلت البقرة أو سبب قتلها. قال مشرعو القانون في الولاية الواقعة شمال الهند إنهم سينظرون في مسألة منع العادات الإسلامية في الهند، رغم أن الجالية المسلمة في تيتولي أبدت احتراما للمرسوم. من الأخبار الرياضية الأكثر تداولا ما جاء في صحيفة البيان، حيث عنونت الصحيفة غرامة $150,000 لترديد هتافات تمجد صدام. قالت الصحيفة إن لجنة العقوبات التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم فرضت عقوبة على فريق اتحاد العاصمة الجزائري عقب لقاء إياب دور 32 للكأس العربية الذي جمعه بنادي القوة الجوية العراقي. وقالت البيان إن فريق سوسطرة الاسم الذي يشتهر به الفريق الجزائري مطالب بدفع غرامة $150,000 عقب الهتافات التي أطلقها أنصاره تمجيدا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو ما أغضب لاعبي نادي الجوي العراقي الذين غادروا الملعب. تضيف الصحيفة كما عقب الفريق العراقي أيضا بغرامة $100,000 أمريكي. بالنسبة للفلسطينيين، ترامب كله ألم ولا سلام تحت هذا العنوان، كتب إيشان ثارو مقاله المعد نشره في صحيفة الغد لترجمه على الدين أبو زيد. لا ينبغي أن يكون استهتار ترامب الواضح بمحنة الفلسطينيين مفاجئا، فلم يخفي ترامب في أي وقت ميله إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رحب بانتخاب ترامب في عام 2016 وأيد رؤيته لبناء جدار على طول الحدود المكسيكية، وأثنى على سحبه الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. وقد أشاد الرجلان في اجتماعات مختلفة بصداقتهما الوثيقة وآرائهما المتقاربة وتفكيرهما المتشابه. من بين هذه التشابهات ذلك التناقض في المواقف عندما يتعلق الأمر باحتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويعارض الوزراء الرئيسيون في ائتلاف نتنياهو علنا أي مسعى إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو الحل السياسي الذي طالما سعت إليه واشنطن. كما أن ديفيد فريدمان سفير ترامب في إسرائيل مؤيد قوي للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وكان قد كتب قبل تعيينه مقالات تدعو إلى وضع نهاية لما دعاه رواية الدولتين.
وينظر الفلسطينيون إلى عمل ترامب الخاص لإسرائيل الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة اليهودية على أنه رفض كامل لمطالبهم بالقدس الشرقية وبإقامة دولة جملة وتفصيلا. الآن يتحرك البيت الأبيض نحو مزيد من الضغط على الفلسطينيين، وقد نشر تحقيق أجرته مجلة فورين بوليسي في آب أغسطس رسائل إلكترونية مسربة كتبها جاريد كوشنر صهر ترامب وأحد مبعوثيه المعينين لعملية السلام. وفي هذه الرسائل يكشف كوشنر عن رغبته في تقويض الأونروا إذا لم يكن تفكيكها بالكامل، وهي مؤسسة يكرهها اليمين الإسرائيلي. كتب كوشنر في رسالة بريد إلكتروني: من المهم أن يكون هناك جهد صادق ومخلص لتعطيل الأونروا، فهذه الوكالة تديم الوضع الراهن وهي فاسدة وغير فعالة ولا تساعد على السلام. الكثير من الصور الجذابة التقطتها عدسات مصوري الجارد البريطانية نعرضها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. من صور الجارديان ننتقل إلى عرض بعض صور الكاريكاتير المنشورة في الصحف العربية. بهذه المجموعة من رسوم الكاريكاتير وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من كشك الصحافة. في الغد حلقة أخرى، يا من الله.